إذا تم تفعيل المعادلات الرياضية لإقناع العقل البشري بأن شابا في مقتبل العمر يمتلك سيارة فارهة وغالية جدا فضلا عن العقارات التي يمتلكها، وهو ليس من عائلة ثرية حتى، لأسباب كشفها المراقبون تتعلق بالفساد المالي المستشر في المحافظة، فهل سيقتنع العقل البشري في ذلك؟ اليوم محافظة ذي قار جاي نشهد ثقافة الرشوة والفساد منتشرة بشكل واسع جدا، كون احنا مراقبين في الشارع السياسي، اليوم اصبحت هذه ثقافة الانسان قام ما يستحي منعتها، فنشوف اليوم الشباب لحظة واحدة ينتقل من حال إلى حال آخر، اليوم الكومشنات والمساطحات موجودة بالناصرية لعدة شباب، وخوب اليوم التهوات غزتنا لا تعد ولا تحصى، وكلهم بداية عملهم مقتبل العمر، يعني هذا ما بني على باطل فهو باطل. أصحاب معارض السيارات تحدثوا عن زيادة الطلب على شراء هذه السيارات لوجود سيولة مالية تمكنهم من شرائها، إلا أنهم سجلوا استغرابا من إقبال بعض الشباب على طلب وشراء سيارة فخمة وبأسعار عالية متسائلين عن مصدر الأموال. هاي الفترة الأخيرة عندنا الوضعية الاقتصاد بالناصرية زين، واكو اقبال على الشراء على العقارات على السيارات، سيارات تدري فارهة تشارجر تاهو جكسار، تجينا مسؤولين مقاولين تجار يجون يقبلون على المعارض، يجون يطلبون سيارة، مرات يطلب سيارة احنا نقصها له شنو نوع سيارة يقبلها، واكو هاي الفترة جايتنا انه يجي شاب مقتبل العمر يجي يطلب يرد له سيارة موديل راقي سيارات فارهة يعني تاهو تشارجر جكسار، هاي الوضعية كثرت عندنا هنا بالناصرية، ومرات يجيك شاب انت ما تعرف شنو بس هو يجي يقول لك انا اريد هاي السيارة اريد تاهو اريد جكسار، انت شنو انت توفر له هذا الطلب. يعد الفساد هو الطريق الاقصر لمن تسول له نفسه لاستغلال المال العام او ممارسة عمليات الابتزاز والرشوة لتحقيق طموحاتهم. من ذي قار علي الهادي، قناة الرشيد الفضائية.